باتصالاتنا ورسائل الدعم، وأكيد رح تكون معنا النجمة السورية القديرة الجميلة قلبا وقالبا سلمى المصري. يسعد مساكي. يسعد مساكي حبيبتي، طمنينا عنك ست سلمى. الحمد لله الحمد لله بألف خير. يعني نحن اليوم عم نتواصل معك بظرف خلينا نقول صعب شوي على كل السوريين. أيوة والله. ظرف حزين ومزعج، ولكن بإذن الله رح نقدر نتخطاه مع بعض. تفضلي، شو بتحبي توجهي للسيدة الأولى؟ أول شيء يعني بتمنى ونرجو من الله طبعا الشفاء العاجل إلها، شفاء لا يغادر سقم. يا الله يا رب، بدي إلا أنه كلياتنا نحن قلوبنا معها، وإن شاء الله يا رب بتنتصر على هذا المرض الخبيث. ونحن بنعرف قديش السيدة أسماء قوية، وبقوتها إن شاء الله رح تنتصر عليه. كلياتنا يعني طبعا نحن عم ندعي لها بالشفاء يا رب العالمين. يا الله يكون معها، ويعني تعرفي مشاعرنا تجاهها، يعني قديه نحن بنحبها، وقديش هي ست رائعة ومتواضعة ومحبة وبتساعد كل الناس. أكيد هذا كله حيكون إن شاء الله أجر وعافية إلى يا رب. آمين يا رب العالمين. يعني بتعرفي حضرتك كأم اليوم، هي كمان أم وسيدة. أكيد. كانت أم للسوريين خلال فترة الحرب، وقدمت الكثير لجرحى الحرب ولأطفال السرطان ولكل الأشخاص اللي كانوا بحاجة مساعدة. فهو الظرف شوي صعب اليوم بعد إعلان الرئاسة هذا الخبر المزعج لكثير سوريين، ولكن بدعمكم، بدعم الفنانين، بدعم الشعب، بدعم الناس ومحبتها، يمكن هيك خلينا نقول مثل بتهون عليها القصة وبتطلع منها بخير وسلامة إن شاء الله. أكيد أكيد الدعم يعني بيعطي للإنسان إنه يكون عنده ثقة كبيرة إن شاء الله بالشفاء، وإنه نحن كلياتنا معها ومنقدر كل شيء عملته لهالبلد، وكانت هي الشيء الحلو لهالبلد. فعلا هي كانت قمر لسوريا، هي كانت ابتسامتها هي اللي تعطينا دائما الأمل والتفاؤل، وهلا نحن إن شاء الله متفائلين بأن هي فعلا تنتصر على هذا المرض. وإن شاء الله يا رب الله يستجيب لدعواتنا وتكون بخير دائما يا رب، ويخليها فوق راس ولادها والكل الكل معها إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كثير لإلك. شكرا. يعني الكبيرة والقديرة سلمى المصري، نورتينا بدعواتك وكلماتك الطيبة، وإن شاء الله الله يديم عليك الصحة والعافية يا رب. آمين يا رب وعلى الجميع. شكرا شكرا كثير.